أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ طارق، صاحب ومؤسس The Cinnamon Co. Bakery. أهلا أستاذ طارق. أهلا بك. بداية شكرا أستاذ طارق تواجدك معنا اليوم، نتمنى تعرفنا المزيد عنك. يا مرحبا وسهلا فيكم. اسمي طارق العمري، مواليد البلد، واشتغلت في البلد هاي بفترة 30 سنة اللي مضت، والحمد لله كان لنا نجاحات جميلة في البلد هاي ولنا ذكريات جميلة في البلد هاي، وبسبب المواضيع هاي الحمد لله والنجاحات اللي شفناها قررنا انه نتطور ونمشي لقدام ونجرب نعمل شغلنا لحالنا، والحمد لله قدرنا نتوصل ل الوضع اللي احنا فيه هلا حاليا. طيب استاذ طارق، لو تحكينا المزيد عن فكره تاسيس المخبز وشو اهتماماتك انت اللي انت بداياتك كيف كانت؟ مبدئيا كنت انا بشتغل بقطاعات خاصه، وكنت شغال بتماما شيء مختلف عن اللي احنا فيه هلا حاليا. كنت عم بفكر قاعد انه ليش ما اكون عندي عملي الخاص، ليش ما يكون عندي شغلي شركتي الخاصة. وكان عندي أنا شغف بشغلات مختلفة بالنسبة للحلويات والشغلات اللي هاي والبيكري عامة كمخبز يعني. فضليت فترة أدرس الموضوع وأفكر إنه ليش ما أفتح شغلة بنشاط أنا أحبه، أوكي، اللي هي كانت الأساس القرفة، وأنا من عشاق القرفة وبحب القرفة. فقلت شو ممكن أقدر أعمل بالقرفة هاي عشان إنه أطور منها وأعمل شغلة منها. وكانت الفكرة فكرة السينمون كو من هناك انولدت، فكرة لفايف القرفة اللي هي السينمون رولز. وفعلا اشتغلت عليها، فكرت فيها لمدة سنتين وأنا بعمل الرسيبيز والأمور هاي كلها، وقدرت أخذ القرار أنه أفتح المحل وأنزل المنتج هذا كسوفت أوبنينج، والله كتب لنا الخير الحمد لله. ما شاء الله. استاذ طارق، ممكن تحكي لنا المزيد عن انواع المخبوزات والحلويات بجانب السينمون اللي بتقدموها داخل المخبز؟ بطبيعه الحال احنا طبعا بعد ما فتحنا فكره السينمون رولز كانت الفكره الثانيه انه لازم يكون جنبها شغلات مساعده غير السينمون رول، فكانت من عندنا فكره الميني تشيز كيكس وفكره الكوكيز، وحتى هلا بمناسبه رمضان نزلنا البسبوسه بالقشطة، وعملنا كمان بعض المشاريب الخاصة اللي هي مشاريب الكركديه، مشاريب الكوفي بأنواعها المختلفة سواء حار أو بارد، والأساي طبعا من ناحية أنه الهيلثي أوبشنز موجودة. ما شاء الله. أستاذ طارق، أكيد أنت بتعرف دول الإمارات نحن عندنا منافس شديد خصوصا في قطاعات الحلويات أو المشروبات، كيف تميز المخبز عندك بتقديم الخدمات عن بقية المخابز الثانية أو الكوفيهات الثانية؟ طبعا إحنا بطبيعة الحال المنافسة لما تكون موجودة هذا حافز إنه الواحد دائما يطور من نفسه ويقدم إشي جديد مش موجود بالماركت. فإحنا كانت الهدف تبعنا وفكرتنا وما تزال إنه إحنا قاعدين بنقدم برودكت ما في منافسين كبار غير شخص واحد بالسوق بدون تحديد أسماء طبعا، بس احنا بالنهاية شفنا انه هاي فرصة لإلنا انه نكون احنا احد الموجودين بالساحة هاي وننزل منتج نقدر نخلي الشخص يستذوق شغلة جديدة بدون التأثيرات السلبية بالنسبة للصحة، لانه احنا كانت البرودكت وما نزال بنقول انه it's a healthier option، اخف جميل وخفيف بدون ما يأثر. فكانت هاي الدافع الأساسي اللي قلنا إنه بنقدم إحنا منتج بجودة عالية بس بنفس الوقت بنراعي فكرة الصحة فيه، فكانت هاي الأساس اللي قلنا. إن شاء الله. أستاذ طارق، بدنا نحكي عن المستقبل، شو خطتك المستقبلية ووين بتشوف المكان خلال السنوات القادمة؟ هلأ بطبيعة الحال إحنا بلشنا بأم القوين واخترنا المنطقة هاي لأنه جوها العائلي ومكانها اللي بتتميز فيه، قريبة من البحر، قريبة من هذا، من كل الأماكن هاي السياحية خلنا نقول بالمنطقة هون. البلانز عندنا it's definitely we want to open new branches بجميع أنحاء الإمارات. بدنا نكون موجودين بعجمان، بدنا نكون موجودين بالشارقة، بدبي إن شاء الله، وأبو ظبي. هذا الأهداف اللي عندنا حتكون عن خلال الفود تراك بزنس
لانه احنا بهمنا اللي يكون الافوردابيلتي اند كمان بنفس الوقت بهمنا ان تكون اتس افيلبل ايزلي اراوند الديفرنت لوكيشنز. فهذا الاهداف تبعتنا ان شاء الله لقدام. ان شاء الله اتمنى لكم الافضل. استاذ طارق، من خلال خبرتك الطويله في الامارات وحاليا في مجال البزنس، شو نصيحتك لاي واحد عنده اهتمام يقدم بزنس داخل الدوله؟ بطبيعه الحال الامارات هي عم تعطي بلاتفورم جميل لاي حدا حابب انه يستثمر، لانه بطبيعه الحال ما في تاكسز على الناس، والتاكسيشن اللي هي الفي اي تي والشغلات هاي كلها شغلات بسيطه جدا لخدمات هائله عاده بتقدمها الدوله انها بتدعم القطاع هذا. فانا بنصح اي شخص بده يفتح هون انه يفكر، لانه فرص الجروث هنا هائله وهي بس بدايه، والشغلات دائما بتكبر من هناك، وان شاء الله الله يجيب لي في الخير. ونهايه طبعا احنا نشكر للشيوخ والحكام على نعمه الامن والامان اللي احنا عايشين فيها، وعلى الفرص والشغلات اللي هم بيوفروها لنا كلياتنا، وانه ما فرقوا بين الشخص اللي وافد والشخص المواطن في الدوله. وبالعكس في شغلات احنا بتصحلنا كوافدين بدعمونا بشكل كبير وبيساعدونا نوقف على اجرينا، واحنا شاكرين جدا لهم على الشغلات اللي بيعملوها لنا. اخيرا استاذ طارق، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع ذا سينمون بيك. بطبيعه الحال احنا الله يسلمك موجودين على الانستغرام، بيقدروا يتواصلوا معنا على the.sin.co، موجودين على الانستغرام، they can find us، والتواصل هناك very simple لانه كلها linked to الواتساب على الشغلات هاي. فبكل بساطة بدخلوا على البورتل و they can find us easily. واحنا موجودين طبعا بأم القوين، بمنطقة الحمرة بأم القوين البطين، وبيشرفونا بأي وقت، فاتحين من الساعة 8 للساعة 11 بالليل. شكرا جزيلا استاذ طارق. اهلا بيك، الله يسلمك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.